قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أولا إنني أحبكم في الله، وكثير من الأسئلة الشيخ يبدأون على كل حال. نحن نحب من أحبنا في الله، ونسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبنا فيه. يقول: أطلب من فضيلتكم السماح لي والدعاء بالمغفرة والتوفيق، لأنني قد اغتبتك في عدة مجالس، والآن أنا أتوب إلى الله فاسمح لي. أما إن كان هذا الرجل أو غيره من الناس اغتابني تدينا، بمعنى أنه رأى أني أخطأت في أمر واغتابني لذلك، فهذا على كل حال معفو عنه. وأما إذا كان اغتابني بدون تثبت فماذا أقول؟ أقول هذه محل نظر، ولا أقول عفى الله عنه وأرجو العفو من الله؟ الثاني، إذن عفى الله عن كل من اغتابني، وأسأل الله تعالى أن يعاملني وإياه بعفوه، وهو مني في حل. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.